بلادك اليوم الناس تحوس تمشي تحب نعملوا دوره ما بعدنا كان يهمك العمل التحقيق صافي يجرى وشي ولا على المكشوف يجي نعملوا دوره في نزل في البحيره تنقول لك هاوكا لونتين نتاع المخابرات المغربيه هاوكا هي طبعا هاوكا دي جي سو تابع الفرنساي هاي الام اي 6 اللي تابع الانجليز هاوكا قاعد في الكرسي هذاك هاو الجهاز الاستخبارات الروسي الاجنبي مستر فيكتور هاوكا قاعد غاديك يسخير روحه رجال اعمال اللي ان شاء الله يعرف معلومه يجيبها لنا لعلها تساعدنا على معرفه ما اذا كان ثم من يفكر في اختراق بلدنا وان شاء الله ما ثم كان الخير. اغلب الناس اللي حكيت على المخابرات في اغلب الحالات كان حديثها خالي من الادله المقنعه والبراهين والوثائق. امام هالكم الهائل من التصريحات حول المخابرات اللي ترتع في تونس سائلنا بدورنا على حقيقه اللي قاعد يتقال وبدينا البحث والتقصي حول الموضوع لعلنا نوصل لاجابه في والا تاكد هالكلام. العمل المخابراتي عمل اعتيادي وطبيعي بين الدول ويصير عبر اتفاقيات واضحه ومعلنه وعنده اجهزته المكشوفه والمعروفه والحديث عن المخابرات في تونس حديث عادي وما فيش حتى مشكله. بالنسبه للعمل المخابراتي هو يتمثل في عمل جمع معلومات على كل القطاعات سواء كان الاقتصادية أو التنموية أو العلمية أو التقنية أو غيرها أو الأمنية والعسكرية وهذه في التقاليد أن كل الدول عندها في سفاراتها أجهزة لجمع المعلومات وهذه تسمى أعمال طبيعية. كل المخابرات اللي عندها ندرك على الأقل لأنها قريبة ليك كلها تنشط في الداخل هذا معروفة حتى الأجهزة التونسية تعرف هذا هذا شيء طبيعي شيء طبيعي. هل المخابرات عمل آخر غير العمل العلني والقانوني والشرعي؟ إن صح التعبير الإجابة كانت نعم المخابرات تنجم تتجاوز الاتفاقيات وتتحول وقتها الجوسة ثم ما يسمى بالجوسسة وهي جمع المعلومات بطرق غير مشروعة أو بطرق متخفية سواء كان عبر الأقمار الصناعية عبر المكالمات عبر التقنيات عبر الصور أو حتى عبر الاتصال بأفراد في مؤسسات للدولة فما شكون يجاسس على بلادنا وإلا لا علاش وكيفاش وشكون أسئلة قادنا لها البحث وقررنا النبش لعلنا نجاوب عليها الواضح أنه تونس أصبحت مرتعا للعديد من الأجهزة عندنا مجموعة حجج علمية الحجة الأولى هو جو بايدن نائب الرئيس الامريكي امام في جامعه هارفارد الامريكيه امام طلبه امريكيين يقول بالحرف الواحد اصدقائنا السعوديين والقطريين والاتراكس ومولوا داعش. الحجه الثانيه مستشار الحكومه الالمانيه في برنامج ارتي يقول نعرف ان السعوديين والقطريين يمولون في الارهاب والمتطرفين. الحجه الثالثه ايف بوني وهو رئيس مخابرات الداخليه الفرنسي السابق بي اس تي في مقال له جريده لوموند يقول بالحرف الواحد يعني عندنا مشكله مع السعوديه وقطر في تمويل الارهاب عندنا في تونس جمله التقطناها في حوار طويل لوزير الداخليه التونسي السابق لطفي بن جد وهو كان وزيرا يقول رجال اعمال خليجيون يمولون الارهاب في تونس شبابنا ال 5000 و6000 تونسي الذين ذهبوا الى سوريا والعراق او ليبيا ارسلتهم اجهزة مخابرات فتتجمع كل هذه المعلومات لتؤكد للاسف ان تونس مخترقه طولا وعرضا وبعد ما تبين ان المخابرات تنشط فعلا في تونس وتتجسس وتخطط وعندها اذرعها التنفيذيه بدا بحثنا في المصادر المفتوحه وسؤالنا كان شكون الاجهزه هذه وشنو هي طبيعه عملها وشنو هي اهدافها زوز كلمات مفاتيح بدينا بهم بحثنا كلمة تونس وكلمة المخابرات هالكلمتين وحدهم كانوا كافين للحصول على آلاف المقالات والتصاريح وفي وسط هالكم الهائل من الحديث شد انتباهنا مقال أوردته جريدة الشروق الجزائرية في عددها الصادر بتاريخ 8/2/2015 المقال يتحدث على أربعة مهام كلفت بهم المخابرات المغربية قياديين من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي ومقابلهم تلتزم المخابرات بثلاث تعهدات اسم تونس ورد في واحدة من المهام الأربعة تنفيذ عمليات على مستوى الحدود الجزائرية التونسية وكانت التعهدات كالآتي أولا تسهيل دخول والتحاق الإرهابيين بالتنظيم المسلح عبر حدود المملكة المغربية ثانيا الدعم اللوجستي والمادي خصوصا التسلح ثالثا تزويد قادة التنظيم الإرهابي بمعلومات استخباراتية تكليف بمهام والتزام تعهدات هذه حصيلة لقاء ضباط المخابرات المغربية بقيادة تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي على حد تعبير الصحيفة الصحيفة ما اكتفتش بهذا بل ألحقت المقال بوثائق قالت أنها مسربة من المخابرات المغربية الوثيقة أفادت أنه بتاريخ 14/15 مايو من عام 2011 وبتنسيق من فرقة العمليات التابعة للمديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات المغربية وبناء على طلب عميل ذكرت الوثيقة أنه يحمل رقم 6055 كاميم اس من دون ذكر هويته الحقيقية قام خمسة ضباط من قسم مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة
مراقبة التراب الوطني المغربي بتنفيذ المهمة المشار إلى شفرتها السرية أعلاه، حيث تم الاجتماع في اليوم والتاريخ على الساعة 8 ليلا بكل من الإرهابي المسمى عبد الملك دروكديل اللي يحمل رقم 745 كاميم إس، والمدعو نبيل مخروفي اللي يحمل رقم 798 كاميم إس، والمدعو جمال عكاشة اللي يحمل رقم 715 كاميم إس. وحسب الوثيقة اللقاء تم في فندق بريستيج في نهج مارتيم في مدينة نواذيبو الموريتانية. لهنا بدأ بحثنا على سر هالوثيقة ومصدرها ومدى صحتها وساعة المعلومات اللي فيها، خاصة أن المقال تعرض العملية الإرهابية الأولى اللي صارت في تونس ومنها عملية الروحية. لهنا شد انتباهنا تقاطع المعلومات الواردة في الوثيقة وتصريحات وزير الداخلية في الوقت هذاك اللي قالت أنه تنظيم القاعدة وراء عملية الروحية أول عملية إرهابية بعد الثورة. استعملوا القتل المواطنين والقتل الجيش والحرس الوطني والسلطة. وصلنا كون الوثيقة قام بنشرها ضابط سابق في المخابرات المغربية يدعى هشام بوشتي. تحرين عليه لقينا مجموعة كبيرة من الاتهامات تحوم حوله كلها من النظام المغربي، اتهموا فيها بالتآمر على أمن البلاد وإنفاذ السلطات المغربية علاقتها وعلاقة مخابراتها بالوثيقة اللي يقول هشام بوشتي أنها مسربة من جهاز المخابرات المغربية. وأبرز المصروفاتها أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ. وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة تعود إلى المدعو هشام بوشتي الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأشار إلى أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق مرتكبي هذا الفعل الذي يهدف إلى المس بمصداقية عمل المصالح الأمنية. حملة التشكيك هذه كانت دافع ملح للوصول لهشام بوشتي، وبعد رحلة بحث مضنية واتصالات بجهات في الداخل والخارج تمكننا من معرفة مكان إقامة السيد وتحصلنا على رقمه وبياناته على شبكة التواصل الاجتماعي، وبدينا الاتصال به وتحول بحثنا في اتجاه معرفة حقيقة تورط المخابرات المغربية في ملف الإرهاب في بلادنا. بعد اتصالات وحديث مطول اتفقنا مع هشام على التنقل مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبعثنا فريق الغادي. وصل فريقنا لبروكسل وبدأت رحلة البحث على هشام. الحديث مع هشام كان مطول وحكي على برشا أسرار، لكن في ملفنا هذا باش نقتصروا على يخص الوثائق المسربة من المخابرات المغربية وحقيقة الكلام اللي جاء فيها. الوثائق يعني اللي تم تسريب ديالها يعني أنا مش هو المصدر ديالها، يعني باش يكونوا باش نحط المشاهد الكريم في الصورة، أنا فقط يعني الشخص اللي تلقى هاد التسريبات يعني ما يعني جهات يعني جهات خاصة مصادري، لأن ليس كل ما يعرف يقال، ولكن مدى صحيتها فالوثائق يعني وثائق يعني أصلية وضمن يعني الأحداث اللي جاوا في الوثائق اللي تناولتهم الوثائق يعني يطرأوا على الساحة. الوثيقة اللي نشرتها الشروق الجزائرية ما هيش الوثيقة الوحيدة اللي يملكها هشام، السيد يملك وثائق أخرى عن عمليات ومخططات تحت رعاية جهاز المخابرات المغربية. الوثيقة الأولى خلاصة لتقرير استخباراتي تم إرساله إلى مستشار الملك للشؤون الأمنية بتاريخ 11 مارس 2015، يتهم فيه المخابرات المغربية بالتنسيق مع طرف ليبي وجماعة أنصار الشريعة في تهريب السلاح لتونس وفيما يلي نص الوثيقة. تحت الإشراف المباشر لمعالي مستشار الملك في الشؤون الأمنية وبأمر من السيد المدير العام تنفيذا لأوامركم المطاعة، إشارة للموضوع أعلاه توجه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رفع التقرير رقم 65482 المتعلق بالاجتماعات السرية اللي تعقدت التاريخ 8/3/2015 بمدينة الصخيرات بحضور كل من السيد ياسين المنصوري مدير عام لمديرية الدراسات وحفظ المستندات والسيد صالح المخزوم والسيد عبد المجيد غيف، وبناء عليه تم الاتفاق على تسهيل عملية تهريب السلاح عبر الحدود الليبية إلى تونس. الصفقة 014875-TX التزم الجانب العسكري الليبي في شخص ضباطه الذين حضروا الاجتماع مع عملائنا من جماعة أنصار الشريعة الآتية شفراتهم السرية في القائمة المرفقة أسفله لتنفيذ مهمة التوتر الدائم 1 تونس. تسريب السلاح لا الجزائر ولا
تونس يعني كانت يعني كانت صفقات يعني تبرمت يعني في المغرب يعني يعني في لقاء الصخيرات يعني كان المباحثات الليبية في الصخيرات اللي كان يترأسها ياسين المنصوري اللي هو المدير للاستخبارات الخارجية يعني لاجيت المخابرات العسكرية. هشام حكى على معطيات على درجة عالية من الخطورة واتهم المخابرات المغربية بالتنسيق مع خالد حمادي الشايب المكنى بلقمان أبو صخر لتنفيذ خطة أولى لاغتيال شخصيات سياسية في تونس، وتقول الوثيقة أنه تم تغيير الخطة توجيهها نحو تنفيذ عملية باردو ومدنا بالوثيقة وفي ما يلي نص الوثيقة. الموضوع شعار قيام بمهمة 241 تاميم توجه مصلحة تنفيذ العمليات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. اختار معاليكم أنه تم تحديد ساعة صفر لتنفيذ مهمة 241 تاميم التوتر الدائم واحد على التراب التونسي، وأنه بتاريخ 6/3/2015 تم لقاء جميع عملائنا بجماعة أنصار الشريعة حمادي خالد الشايب كعين بمدينة زليتن الليبية، حيث تم دراسة خطة التنفيذ من أجل القيام بعمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية تونسية. أنه بتاريخ 14/3/2015 تم تغيير استعجالي في خطة التنفيذ بعدما تلقت هذه المصلحة تاعين إخبارية هامة من جهاز التجسس الخارجي التابع لميم دل حاميم، الإخبارية عدد 88710 تاء خاء ميم دل حاميم. أنه بتاريخ 15/3/2015 تم لقاء استعجالي جمع العميل 01483 ميم تاء جيم بحمادي خالد الشايب كعين بمدينة بنقردان في تونس، حيث تم إخطاره بتغيير الخطة مع التعليمات الاستعجالية التي تفيد استهداف مجلس النواب التونسي والمتحف الوطني بمدينة باردو. أنه بتاريخ 18/3/2015 حدد كساعة صفر للقيام بالعملية. كان لقاءين يعني كانت الخطة الأولى يعني تونس واحد يعني التوتر الدائم تونس واحد، يعني كانت يعني تقتضي يعني أول اغتيال شخصيات مدنية وعسكرية سياسية. بعدين يعني أوقع اللقاء يعني في بنقردان على ما أظن، على ما جاءت به الوثيقة بنقردان كان اللقاء الثاني معه اللي تأجلت يعني الخطة الأولى وعطاو تعليمات استعجالية للخطة الثانية اللي تاع بوردو. المتحف مسلحين بسلاح كلاشينكوف وأربعة مخازن وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة. تولي إطلاق النار بطريقة عشوائية لمدة 4 دقائق بمأوى المتحف باتجاه حافلات سياحية أسفر عن وفاة 8 سواح في المرحلة الأولى وعدد 12 سائحا في المرحلة الثانية داخل المتحف. من خلال الأبحاث أن أغلب العناصر كانت تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وأثر الضربات الموجعة. لهذا التنظيم وتفكيكه بايعت هذه العناصر ما يسمى كتيبة عقبة أبو نافع الإرهابية المتمركزة في الحدود الغربية التونسية الجزائرية. مجموعة تاع الموقوفين باش يحالون إلى العدالة في هذا اليوم. معلومة وكلهم تونسي الموقوفين. في المجموعة التي هي بحالة فرار وما نجمش نعطيك العدد نتاع الأشخاص المحلين بحالة أو الواقع تتبعهم بحال فرار حفاظا على سرية الأبحاث، ثم جنسيات، ثم جزء مغاربة. وثيقة ثالثة حصلنا عليها ما تقلش أهمية وخطورة على اللي سبقتها. الوثيقة تتعلق باتهام المخابرات المغربية بالإشراف على تدريب مجموعة من أنصار الشريعة وإعدادها لاستهداف الفنادق والأماكن السياحية في مدينة سوسة. أنصار الشريعة عندهم علاقة بما أنها تتواجد في الأراضي الليبية، والوثائق يعني ذكرت بالحروف الرمزية الاستخباراتية أنصار الشريعة. يعني كان تنسيق عبر عملاء يعني في الجامعة الإسلامية،
وهذا معروف على الجهاز الاستخبارات المغربي أن له عملاء يعني في الجماعات الإرهابية من أجل أغراض يعني استخباراتية. وفيما يلي نص الوثيقة. الموضوع خلاصة التقرير عدد 94287 ميم ميم 15406 تحت الإشراف المباشر المعالي مستشار الملك في الشؤون الأمنية وبأمر من السيد المدير العام. توجه هذه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رفع التقرير رقم 99465 ميم تاد الميم والمتعلق بالإشراف على التدريبات بمعسكر آشاء على التراب الليبي بتنسيق مع عملاء هذه المديرية العامة عملاء ميم دل حاميم 18 وطبقا لعملية التوتر الدائم واحدة التي تقتضي تدريب مجموعة 48 آشاء تاء عسكريا وبما أن تقرير مصلحة تاء ميم رقم 6401 تاء عين بتاريخ 10/4/2015 يشعر من خلال عملائه أن المجموعة السالفة الذكر على استعداد لتنفيذ المهمة بناء عليه إن مصلحة تنفيذ العمليات التابعة لهذه المديرية العامة وبتنسيق مع ميم تاء ميم دل حاميم تقترح ما يلي تنفيذ مهمة 749 تاء ميم التوتر الدائم 1 سوسة في شهر يونيو 2015 استهداف السياح الفنادق والأماكن السياحية. كان الإرهابي تنقل ودخل إلى النزل نزل إمبريال في سوسان ودخل عنده سلاح ملفوف في مظلة شمسية وكيف وصل على مستوى الشاطئ لنزل إمبريال أخرج الكلاشنكوف متاعه 38 من قتيل و 36 جريح. أمام التهم الاختيار الموجهة للمخابرات المغربية رفعنا مراسل سفير المغرب في تونس للرد وجاوبنا في مكالمة هاتفية أنه كان يتمنى لو تعرف علينا في مناسبة أفضل واعتبر الرد على الاتهامات هذه خارج على مشمولاته ونطاق مهامه. سألنا على السبب اللي يدفع هشام لتسريب مثل هالوثائق على بلاده. هشام رد زاد على اتهامات وزارة الداخلية المغربية ليه بالخيانة والتآمر على بلاده. قضية الخيانة فهو كما معروف يعني جميع الأنظمة الدكتاتورية كل إنسان ساوي يريد يعني انتقاد هذه الأنظمة إلا وتوجه أضرار من تهم خيانة أما النظام ينعتون بما يشاء فمرحبا بالخيانة إذا كانت في انتقاد نظام دكتاتوري. في آخر حديثنا توجه هشام بوشتي برسالة للقضاء الدولي والتونسي وقال إنه مستعد للمثول أمام السلطات التونسية في حالة توفير حماية. يعني كنا نطالبوا يعني كان طالبوا إحنا يعني القضاء الدولي يفتح تحقيق في هذه المسائل لأننا اليوم كنشهدوا يعني استمرارية في الأعمال الإرهابية. لا أنت مستعد إلى إدلاء بأقوالك في تونس؟ أنا مستعد بطبيعة الحال بإدلاء شهادة القضاء التونسي. بشرط أن تكون هناك حماية. حماية دولية. حماية دولية يعني لا يمكن أن ننزل إلى تونس وتسلم للمغرب. هذا غير مقبول. استعدادك موجود. لا استعداد موجود. طيب. مخابرات المغربية وش هي مستعدة هذا السؤال طرح على المخابرات المغربية. أما أنا يعني جميع أوراقي مفتوحة ما كتعاملش في خفا. جميع الأحداث والتواريخ والشخصيات اللي تم ذكرها في الوثائق صحيحة ومتطابقة مع الواقع. أول عملية إرهابية صارت في تونس قامت بها القاعدة حسب تصريح الداخلية التونسية وهذا ما يتناقضش مع الوثيقة الأولى اللي وردت في الشروق. لقمان أبو صخر مسؤول حسب الوثيقة وحسب وزارة الداخلية على عملية باردو تهريب السلاح في ليبيا وتدريبات أنصار الشريعة وتورطها في الإرهاب. معلومات باتت مؤكدة أيضا. الدقة في المعطيات والأحداث والشخصيات يدفعنا للتعامل بشكل جدي مع الوثائق هذه والتأكد من صحتها وهذا يشترط عرضها على خبير. لكن هشام أعلمنا أثناء تسلمنا الوثائق إنها نسخ مطابقة للوثائق الأصلية الموجودة في أرشيف المخابرات المغربية ولهنا يبقى السلطات الأمنية والقضائية في تونس التحري حولها وحول المعطيات الواردة فيها. Nous demandons à chaque personne aimant l'Algérie avec dévouement de partager et de diffuser ce contenu au maximum afin de participer à la protection de notre patrie.